واصلت الدول في تقدم والتنمية نبحث عن التعليم في هذه الدولة، فالتعليم هو قطرة التنمية في أي دولة سواء نامية أو حتى متقدمة. أيضا التعليم هو الشغل الشاغل لأي بيت وخصوصا البيوت المصرية. مؤتمر عقد مؤخرا في بداية هذا الشهر عقدته وزارة التربية والتعليم والتعاون الدولي والتنمية المحلية بحضور خبراء من دول لها تجارب رائدة وناجحة في مجال التعليم مثل اليابان، بريطانيا، فنلندا وتشيلي أيضا، للاستفادة من هذه التجارب في محاولة لإصلاح منظومة التعليم في مصر. أيضا على المستوى المحلي هناك لجنة متخصصة الآن للقيام بتطوير المناهج في مواد عديدة وأيضا تطوير الكتاب المصري. الحديث عن حال التعليم في مصر والخطة والرؤية للفترة القادمة، معنا في هذا الحوار في هذا الصباح الدكتور خالد قدري الخبير التربوي. صباح الخير دكتور خالد. يعني اسمح لنا قبل نبدأ الحوار بكل الروافد اللي أشرت إليها في المقدمة نذهب لهذا التقرير الذي يسلط الضوء على نقاط أكثر في ملف التعليم ونعود بعده للحوار. انطلاقا من حرص الدولة على تطوير وإصلاح التعليم، أكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصرة أمام المؤتمر الدولي لإصلاح التعليم أن الدستور وبرنامج الحكومة الذي قدمته إلى مجلس النواب يرتكزان على تطوير التعليم، مؤكدة دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهوده ومبادراته في الاهتمام بتطوير التعليم في مصر. وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أن هناك حرصا على تطوير التعليم في إطار الاستثمار في الشباب المصري لتحقيق التنمية، مؤكدة أهمية المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير التعليم. وشددت الوزيرة على أن مصر طوال تاريخها كانت منارة للعلم وصدرت للعالم أجمع فكرا وثقافة وحضارة وروادا في كافة المجالات، وصدرت الكثير من العلماء في مختلف المجالات، موضحة أنه خلال عملها في الهيئة الدولية كان دائما المصريون يضيفون الكثير من خبراتهم الدولية. وأكدت الوزيرة أن الدول التي نمت سريعا قامت بالاستثمار في شبابها، لذلك تحرص مصر على توفير مناخ لشبابها من أجل المنافسة في المجال الوظيفي سواء في مصر وخارجها، مشيرة إلى أن التعليم من ضمن أولويات الأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة. من جهته أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلال الشربيني أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع، موضحا أنه تم صياغة برنامج عمل لوزارة التربية والتعليم بحيث يتم التوسع في رياض الأطفال خصوصا للمناطق المحرومة والوصول إلى خريج يتقن مهارات القراءة والكتابة والعلوم وتطوير التعليم الثانوي وإعداد خريج مؤهل يشارك بإيجابية في تقدم الوطن. أكيد زي ما أشار التقرير إذا كان الاستثمار هو العنوان الأبرز للمرحلة فالاستثمار في البشر هو الأهم على الإطلاق في الاستثمار. وللحديث مع دكتور خالد قدري أجدد بك الترحيب دكتور خالد. يعني قبل أن نتحدث عن المؤتمر والتجارب الأخرى، هل وصلنا إلى التشخيص الصحيح لحال التعليم في مصر عشان نبتدي نشوف العلاجات في الفترة القادمة؟ والله هو حال التعليم في مصر من زمان من 30 سنة يعني حاله في حال التدني صراحة، لأن كل تقارير اللي هي الخاصة بالميزة التنافسية والقيمة المضافة إلى آخره بيوضح أن مصر تحتل الرقم 139 من 140 في مصاف الدول. فالدول كلها المتقدمة بتركز على ثلاث حاجات: القيمة المضافة على الجودة الشاملة في التعليم والميزة التنافسية، ثم التسويق الاستراتيجي للتعليم على مستوى العالم. يبدأ بالمدرسة. لو خدنا مثلا تجربة سنغافورة مثلا على سبيل المثال، سنغافورة بتركز على العلوم والرياضيات في المناهج بتاعتها عشان بتخش مسابقات دولية وبتحتل المراكز الأولى، فأثارت اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية أن تراجع المناهج بتاعتها على مناهج سنغافورة. في سنغافورة زي ما ابتدينا دلوقتي ونقول إن في وزارة التعاون الدولي وفي وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية بيحتاجوا إن هم يطوروا التعليم، نفس الوضع في سنغافورة هيئة الاتصالات والمعلومات مع وزارة القوى العاملة مع شراكة مع القطاع الخاص مؤسسات المجتمع المحلي بدأت تنشئ بنية تحتية إلكترونية للمدارس عشان تربطها بشبكات العالمية وفي نفس الوقت ترتكز على التعليم الإلكتروني أو الرقمي ومصادر التفاعلية، وتعمل حاجة اسمها مشروع كفاءة المعلمين وجسور الثقافة بالنسبة للمعلمين بارتباطها على النت على مواقع أخرى من معلمين في إنجلترا وما شابه عشان يتبادل الخبرات والمهارات. مصر في طريقها للتطوير، بس نقضي على مشاكل التعليم، ومشاكل التعليم يمكن القضاء عليها.
خاصة ان دلوقتي حضرتك شفت بقى لنا 30 سنة في مشكلة، ودايما ده الحديث انه في مشكلة في التعليم، انه الجودة بتقل، انه في مشكلة مع المعلم، في مشكلة مع الطالب، في مشكلة مع كثافة المدارس، يعني مشاكل متشعبة. ايه اللي بينقصنا؟ عشان كده كان سؤالي الاولاني، هل الناحية التشخيصية انتهت ام اصل احنا لو الناحية التشخيصية مش صحيحة او منتهية يبقى مهما اتكلمنا عن تجارب اخرى او اتكلمنا عن علاجات مش هتبقى ناجعة او مش هتطلع المردود. انا زي ما سعادتك قلت التشخيص وصل من زمان، موجود التشخيص لكن زي ما تقول الكثافة السكانية الزيادة بتندف في مناطق معينة بترتفع فيها كثافة الفصول، خاصة في الهجرة الداخلية من الريف للحضر، ففي اختلالات في الكثافات الطلابية في بعض المدارس وفي بعض المناطق. بالنسبة للمناهج مثلا على سبيل المثال، النهاردة المناهج لازم تخش تحت أسلوب اسمه الدراسات البيانية أو التخصصات المتداخلة، لأن العالم اتغير، تقلبات سوق العمل أو النظام العالمي الجديد في الاقتصاد اتغير، فبالتالي في مهن بتختفي وفي مهن أخرى بتظهر، فلازم المناهج أساسا يخش فيها نوع من الدراسات البيانية، زي مثلا يعني مقرر اسمه الميكاترونيك في التعليم الفني. ده المقرر ده مش هيكلف الوزارة حاجة، انها تعمل عبارة عن تزاوج ما بين منهج الميكانيكا والإلكترونيات. ده له طلب في سوق العمل عندنا هنا في مصر، صناعة السيارات، صناعة التشييد والمباني والحاجات دي. في عندك برضو تخصص آخر اللي هو تحويل المدارس التجارية اللي أصبح فيها بطالة، إنها تحولها إلى مدارس صناعية، تزاوج ما بين المواد التجارية والمواد الصناعية، اسمها السكرتارية الصناعية اللي هي في التخليص الجمركي. يعني في شغل في الدراسات يجمع ما بين تخصصين يعني يلبي متطلبات سوق العمل. طب احنا عارفين ايه المشكله وعارفين ايه الحلول، ليه الرابط بينهم مش موجود سواء في التعليم ما قبل الجامعة او التعليم الفني الاهميه؟ هقول لسعادتك على حاجه باختصار شديد، انا يعني 30 سنه خبره في المجال، في فجوه بين السياسه التعليميه او صناعه السياسه التعليميه ونتائج البحوث والممارسه الميدانيه. صحيح. فالفجوه دي لن تسد. احنا بقالنا 30 سنه بنلعب على الشغل ده، السياسه التعليميه في حاجه ونتائج البحوث في حاجه والممارسه الميدانيه في حاجه ثانيه. لما يجي يقول لك الناس دول اكاديميين ما لهمش علاقة بالواقع العملي أو الواقع التطبيقي، فبيبقى فيه فجوة، فلازم يربط ما بين صانع السياسة التعليمية أو رسم السياسة التعليمية وما بين نتائج البحوث التربوية وبين الممارسة الميدانية على أرض الواقع. لو تمت الحلقة دي المفقودة دي، هل بدأ ده يحصل؟ لو بالخطوة اللي احنا ماشيين بيها دي يبقى بدأ. طب عودة للمؤتمر والتجارب والتعاون الدولي في مجال التعليم، لما نيجي نستفيد من تجارب أخرى، وطبعا هي تجارب يعني مبهرة زي اليابان وأشارت سنغافورة وبريطانيا طبعا وفنلندا وغيرها، محددات أو التشابهات بين الدول دي ومصر، إن احنا مش يكفي بس إن احنا نبص على تجارب الآخرين، إن احنا قد إيه ممكن نستفيد ونطبقها بشكل عملي. زي ما حضرتك اشرت للمستوى الثقافي بقى عندنا اصلا عامل ازاي، الكثافه السكانيه، المستوى الاقتصادي، هل ده مراعاه في المشاركات حتى او التبادلات، ولا مجرد ان احنا بننبهر فبنتضايق اكتر او بنحس اكتر بمشكلتنا؟ انا هوضح لك الصوره دي بحاجه مختصره جدا. المجال بتاعنا بيقول ان انت ما تقدرش تاخد نظام تعليمي بالكامل حتى لو كان متفوق تطبقه على مصر. اكيد. ليه بقى؟ لان احنا عندنا ثقافه مصريه، فكل تربية نبت البيئة بتاعتها، وبالتالي التربية لا تفهم إلا في إطار سياقها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أنت دلوقتي في عصر التحول الديمقراطي، بلد مستقر عندك تمام ومحتاج لتطوير، والتطوير موجود وعندك قيادة سياسية بتهتم بالتعليم وحطها على أولويات الأجندة السياسية عندها في التطوير. فلما أخذت التجربة اليابانية، أنت لازم تاخد كل الموجود في التجربة اليابانية؟ لا، تاخد الحاجات اللي هي اساسا تفيد المجتمع المصري في التجربه اليابانيه. صحيح. ومش لازم تاخد المظاهر الشكليه بتاعت اليابان اللي هي التغذيه والنظافه والانضباط السلوكي في داخل المدرسه والانشطه والكلام من ده. انت عندك حاجه جميله جدا لما تتكلم مثلا عن الاكشن ريسيرش اللي هو بحوث الفعل او الاداء، ده بيهتم بيها المعلم الياباني. لما تتكلم مثلا عن مثلا المؤاخذه في كلمه فنلندا، بيركزوا على تدريب المعلم في داخل الكليات بحيث ان يطلع معلم اعداده جيد جدا وذو مستوى عالي من الجوده وله ترخيص ومزاوله المهنه، وده ركيزه منظومه التعليم. وده كان هيبقى سؤالي تاني لحضرتك، كنا بنتكلم عن المناهج وتطوير المناهج والكتاب المدرسي والطالب، ماذا عن المعلم ذاته؟ لانه برضو احنا تمام شايفين موضوعات كتير خاصة بالمعلم والدروس الخصوصية وكذا، ولكن هل في برامج حقيقية لأولا الارتقاء بمستوى المعلم وكفاءته وتحسين أوضاعه، لأنه في الآخر هو مواطن طبيعي فهو عايز حياة كريمة برضو. فهل في برامج معينة أو وزارة التعليم في متابعتنا للبرنامج اللي عرضته أمام مجلس النواب في كلام حقيقي عن تحسين الكادر المعلمين؟ شوف، أقول ساعتك على حاجة قبل تحسين الكادر،
انت لازم اساسا المعلم اللي انت بتعده للعمليه التعليميه اساسا تكون مطمن له اساسا لقياده العمليه التعليميه. المعلم دلوقتي ادواره اتغيرت، مش زي اللي هو حفظ وتلقين وتدوير معلومات واسترجاع المعلومات اثناء الامتحانات. صحيح. لا، المعلم النهارده بيبقى محتاج لاساليب تدريب متنوعه، ومحتاج انه يرفع من ادائه في داخل الفصل، ومحتاج استراتيجيات تعليم متنوعه وطرق تدريس متنوعه، لان عندك كثافه طلابيه عاليه. ما ينفعش ان هو يشرح الدرس اللي هو 45 دقيقه، ده لازم يخش بحاجه اسمها اسلوب حل المشكلات، لازم يعرف حاجه اسمها الفريق التعاوني في داخل الفصل، لازم يعمل حاجه اسمها تدريب الطالب على الحصول على المعرفه من اوعيه معلوماتيه مختلفه. يعني اصبح دوره موجه وميسر، مش اصبح دوره ملقن والمصدر الوحيد لإعطاء المعلومة. المعلومة دلوقتي أصبحت موجودة في الكتاب، موجودة في على النت، موجودة في كتب خارجية. دكتور خالد، الكلام ده يعني بقى دلوقتي معروف ولازم بيحصل. احنا برضو بنتكلم الأساس، يعني أنت